إني أرجو من الشباب رجاء كبير للمستقبل. الموضوع في هذه الليلة حول الحكومة الإسلامية الواحدة والطريق إليها وتكليفنا نحن، أو بالأحرى تكليفكم أنتم. نتكلم حول هذا الموضوع في ثلاث فصول. بسم الله الرحمن الرحيم. الهدف حكومة 1,000,000,000. هذا الهدف إذا وصلنا إليه ما هي مقوماته؟ يعني من أين نعرف هذا مصباح؟ من البصر. من أين نعرف هذا الصوت؟ من السمع. من أين نعرف أن هذا الشيء لين؟ من اللمس. من أين نعرف هل هذه حكومة 1,000,000,000 مسلم أم لا؟ ثلاث علامة لها. العلامة الأولى شورى المرجعية. من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فالعوام أن يقلدوه. نص الحديث الوارد عن الإمام عليه الصلاة والسلام. حسناً، عندنا 1,000,000,000 مسلم، فرد 50,000,000 مقلدين لهذا العالم، فرد 20,000,000 لهذا العالم، فرد 30,000,000 لهذا العالم، فرد 40,000,000 لهذا العالم. لازم يكون لهم مجلس أعلى. شيء واضح، هذا المجلس الأعلى يقرر الخطوط العامة للسياسة بأكثرية آرائهم. أما هذا المرجع موجود، ذاك مو موجود، ذاك موجود، هذا مو موجود، هذا خلاف الموازين. لازم كل المراجع الذين هم مراجع للمسلمين حقيقة، يعني المسلمون انتخبوهم كمراجع للتقليد للفتية. مرجع تقليد مو معناه فقط الصوم والصلاة والحج والخمس والزكاة. نفس الإمام عليه الصلاة والسلام المهدي قال: هم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. يعني الله جعلني حجة. الإمام شلون؟ في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في التربية، في الجيش، في الأمن، في السلم، في الحرب، في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، في كل شيء. مراجع الناس في كل صغيرة وكبيرة. فأحد المعالم للحكومة الإسلامية العالمية الواحدة المجلس الأعلى لشورى المراجع. أمرهم شورى بينهم، ينفذون الأمور بأكثرية الآراء. هذا المعلم الأول للحكومة ذات 1,000,000,000 مسلم. المعلم الثاني الأحزاب الحرة النابعة من المرجعية. يعني هذا المرجع له حزب، هذا المرجع له حزب، هذا المرجع له حزب، لأن حزب بلا مرجع مو جائز شرعا. واضح هذا؟ يعني أنه في زمان الإمام أمير المؤمنين لنفرض فرد حزب يشتغل في البصرة بدون اتصال بالإمام، هذا باطل. وكذلك نائب الإمام مالك الأشتر في مصر فرد حزب يشتغل بدون الاتصال بمالك الأشتر، هذا باطل. واضح. فالمعلم الثاني للحكومة الإسلامية ذات 1,000,000,000 مسلم الأحزاب الإسلامية الحرة المتصلة والنابعة عن المراجع. يعني أي مرجع. الآن مثلا لنرى في إيران مراجع عندهم مؤسسات،
مستشفيات، مدارس، لازم يكون في المستقبل المراجع لهم أحزاب أيضا، مو أحزاب متحاربة، أحزاب بناءة، بناء. هذا المعلم الثاني من معالم الحكومة الإسلامية ذات 1,000,000,000 مسلم. والحزب هو عبارة عن جماعة من الناس يشتغلون لأجل تقديم البلاد إلى الأمام في العالم غير الإسلامي تحت أي لواء. في العالم الإسلامي يجب أن يكونوا تحت لواء المرجعية حتى يكون أمرهم صادرا عن رأي الفقيه. الرسول الأعظم قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قيل: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنتي. يعني بعد الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء خلفاء الرسول. إن شاء الله إذا تشرفتم إلى سامراء وزيارة الإمام المهدي في السرداب المقدس، هناك في زيارة الإمام: السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. هذا المعلم الثاني، معلم الأحزاب الإسلامية الحرة المتصلة بالمرجعية، يعني يقودها هؤلاء المراجع الذين هم في شورى المرجعية. المعلم الثالث: القوانين الإسلامية كلها. لا يقبل في الإسلام بعض القوانين دون بعض، ولذا الله سبحانه وتعالى يذم أقواما حيث قالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعض. لازم كل القوانين إسلامية، قوانين المال، قوانين الحدود، قوانين الثقافة، قوانين الجيش، لأن الإسلام له في كل واقع حكم. الله مو جاهل حتى يجعل أحكام ناقصة، وإنما الله جعل كل الأحكام، والفقهاء هم المستنبطون لا أكثر ولا أقل، يستنبطون الأحكام الإسلامية. فالمعلم الثالث للدولة الإسلامية الواحدة ذات 1,000,000,000: تطبيق كل القوانين الإسلامية، القضائية، الزراعية، الصناعية، قوانين الأرض، قوانين المعادن. هذا الفقه الذي تقرؤونه وأنتم طلبة. هذه ثلاث معالم من معالم الحكومة ذات 1,000,000,000. هل إخوة اللي قاعدين هنا لازم كلهم هدفهم هذا؟ لأنه إذا مو هدفهم هذا ذهبت أتعابهم أدراج الرياح، لأن هذا هو الهدف. وقد كان هذا هدف رسول الله، هدف علي، هدف الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني التنازع شجرة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحقيقة هذه الآيات القرآنية هي كلها عبر ودروس، مو اعتباط وقرآن للتبرك أو للموت. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ظالم، كافر، فاسق، هذه هي المعالم الثلاث للحكومة الإسلامية ذات 1,000,000,000 مسلم، التي يجب أن تكون هذه الحكومة هي هدف هؤلاء الإخوة. تذكرون في شهر رمضان كل ليلة نقرأ في أخير دعاء الافتتاح: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله. نرغب بس رغبة أو عمل؟ إني أرغب أن تكونوا هذا اليوم في داري وما أطبخ لكم غدا، ما أرغب. الرجاء والرغبة لمن عمل، أما لمن لا يعمل هذا لا يسمى رجاء، لا يسمى رغبة، هذا يسمى كذب. الإخوة يجب أن يكون هدفهم هذا الشيء.
وهو الوصول إلى حكومة 1,000,000,000 مسلم. حسنا، هذا الهدف، وهذه هي معالم الحكومة الواحدة الإسلامية. نأتي إلى الطريق إلى هذا الهدف. الطريق إلى هذا الهدف أيضا 3 أشياء. الشيء الأول أن نزرع نواة في كل مكان، نواة تنظيم، نواة في القاهرة، نواة في الإسكندرية، نواة في الخرطوم، نواة في طرابلس، نواة في مغرب، نواة كذا، نواة في كذا، وإلى أخير البلاد الإسلامية. نزرع نواة، نواة تنظيم. أنتوا كلكم شايفين خصوصا في هذه الأيام البذور الصغار هذه تنمو تنمو وتنمو وتنمو ثم تلتف. نفس الشيء نواة التنظيم. في قم كان واحد، صار 2 4 8، في كرج هكذا، في أصفهان هكذا، في باختران هكذا، في القادسية في العراق هكذا، في بغداد هكذا، في النجف هكذا، في كربلاء هكذا، في كاظمية هكذا، في العمارة هكذا، ثم بعد ذلك في الأردن هكذا، في دمشق هكذا. هالنوايات مثل الزرع تنمو وتكثر وتكبر، وحتى تتمكن أن تغطي المنطقة كلها، المنطقة الإسلامية ككل، لأن كلكم تعلمون أن هذه الحدود كلها حدود مزيفة ومكذوبة، لا حدود بين بلاد الإسلام أبدا. جاء بها الاستعمار لأجل الاستثمار ولأجل التقطيع والتبضيع وإلى آخره مما هو معروف. الطريق الشيء الأول التنظيم الواسع على كبر الساحة الإسلامية، والساحة الإسلامية لا نقصد الدول الإسلامية، لا، حتى في الهند عندنا 180,000,000 مسلم، أيضا ساحة إسلامية مغصوب. حتى في الاتحاد السوفيتي عندنا 100,000,000 مسلم، ساحة إسلامية مغصوبة. بس فلسطين 30 سنة مغصوبة، قفقاز وقبة وباتكوبا وتاجكستان وأرمينيا وتشقند وهالأماكن 60 سنة مغصوبة. هذا هو فرق. بس أكو فرق، أنت تغصب عباية إنسان 3 أيام و6 أيام، ماكو فرق، كلهما مغصوبة. فإذا قلنا الساحة الإسلامية، من أقصد الساحة الإسلامية التي تحكمها دول إسلامية، لا، حتى التي تحكمها دول غير إسلامية كفلسطين. الشيء الأول نزرع في كل هالأماكن زرع نواة. هل نتمكن؟ نعم نتمكن. لماذا لا نتمكن؟ الصينيون تمكنوا أن يزرعوا في 1,000,000,000 إنسان نواة شيوعي. الصين الآن 1,000,000,000، شلون وصلوا؟ بينما حكومة الصين كانت حكومات وأديان ومذاهب وأخلاق ولغات، لكن زرعوا. هذا هو اللي شعر الزراعات هذا. أيضا زرع، الله أيضا يسمي في القرآن زرع. محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، إلى أن يقول كزرع أخرج شطأ. زرع الله يسمي زرع، الله يسمي في مكان آخر نبات. فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني مريم أم عيسى، وأنبتها نباتا حسنا. نبات هذا أيضا نبات، هذا نوع من النبات. هذا الشيء الأول، الطريق إلى الحكومة ذات 1,000,000,000 مسلم، زرع النواة في كل مكان حسنا. هندي تركي عربي عجمي لا ماكو، كل المؤمنين إخوة، وكل المؤمنين كل البلاد بلادهم. هذا هو، أما أنا في هنا أجنبي، هو في هناك أجنبي، هذا كذب، كذب استعماري. الأفغان اللي قاعد يمك هو أخوك، شئت أم أبيت. والهند الذي قاعد يم الأفغاني أخوه، شاء أم أبا. والترك الذي قاعد يم العراقي أخوه، شاء أم أبا. إلا أن يريد الخروج من الدين الإسلام، هذا ماكو مانع، ولا أخوه هذا، وكله وطنه. الشيء الثاني تثقيف المسلمين بسيل من الثقافة، وهذا هو المشكلة الأساسية في الحقيقة عند المسلمين الذين ما عندهم ثقافة في الحقيقة.
ما يفهمون الحياة، لعله يفهمون الشرح اللي معه كلش عال، أو الشرائع كلش زين، أو القوانين كلش حسن، أو حتى يعرف تفسير القرآن آية آية، لكن ما يعرف الحياة. عرفان الحياة هي شيء. ولذا الله في القرآن الحكيم يقول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني اللي غير مثقف وهذا مو حي ميت. الإمام أمير المؤمنين في ديوانه المشهور يقول الناس موتى وأهل العلم أحياء. إذا ما عندك علم الحياة يعني أنت ميت. الشيء الثاني أن نثقف المسلمين ثقافة واسعة كبيرة يفهمون الحياة. فهم الحياة غير شرح لهم، غير القوانين، غير السيوطي، غير ابن عقيل، حتى غير تفسير القرآن، حتى غير تفسير نهج البلاغة. لازم نفهم، نستخلص من هذه العبر ونفهم الحياة فهما ونعطيها للمسلمين ككل. وأظن ذات مرة ذكرت لبعض الإخوة ولعلكم كنتم أنتم أيضا أنه أقل تقدير هذا الشيء يحتاج إلى 1,000,000,000 كتاب، أقل تقدير هذا حتى نعطي الوعي للمسلمين. مو مسألة كتاب 10,000 و100,000 وما أشبه، لا 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 مو هذن. أكو مثل معروف يقولون بوردة واحدة لا يكون الربيع. إذا ذهبت إلى الصحراء شفت وردة وعشرة ومية وعشرة آلاف هم ما صاير الربيع. لا، مشكلة المسلمين عدم الثقافة. الآن شوف، إيران تحارب العراق، العراق تحارب إيران، في أفغان حرب، في باكستان حرب، ما أدري في فلسطين حرب، في لبنان حرب، في أرتريا حرب. إذن شنو؟ لأن ما يفهمون الحياة. فرد واحد كان في إحدى البلاد العراقية وما أسمي البلد، لأن الإنسان السيء في بلد يهين البلد، إهانة للبلد، من البلاد الجنوبية هذا الرجل. هذا كان عنده صلة مع شمال العراق أطراف الموصل، يروح ويجي وكذا، صلة عنده. هذا الرجل هو ينقل القصة، يقول البريطانيون كانوا يعطوني شهرية معاش بلا بدل، ما يريدون كل شيء مني. يقول سنة سنتين 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات يعطوني معاش زين بدون إرادة شيء، ما يريدون مني شيء. يقول فريد يوم هو الشخص الواسطة قال لي أكو عندي شغل تعال. قلت لا بأس، رحت. هو من البلاد الجنوبية هذا الرجل. يقول اعطاني فرد شفية في 1,000 ليرة ذهب. 1,000 ليرة هواي فلوس، الكبر الفلوس يصير. قال انت شغلك فرد شغل، وهو انه اذهب الى الموصل، بلاد الموصل اطراف الموصل اكو قرى، روح الى ديوانية فلان شيخ، شيخ عشيرة، وانت تعرفه لان انت عندك اتصالات بهم، وقول هذا انا لقيته في وسط الشارع ما ادري علمه، وانا رجل متدين ما اكل فلوس الناس بالباطل، هذا تفضل أخي. بس هذا كل شيء اللي تسوي، وشوف منو صاحبه الطيل. كل كلا زين لا بأس. قال بعد اللي خلصت هذا العمل من هالقرية روح إلى القرية المجاورة اللي بينهم فرد مسافة قليلة، مثلا فرد كيلو كيلوين قرى، روح إلى ديوان الشيخ هم تعرف أنت، الشيخ الثاني شيخ عشيرة، وقل له هالقصة بس، أنه أنا 1,000 ليرة ذهبية لقيتها في شفية، وصفة شفية هكذا وهالخصوصيات، ولقيتها في الشارع، ورحت اطيت للشيخ الفلاني في ديواني انت والناس قاعدينها هم هناك هم هنا وتعمل العملين. فأنا قلت له اطيته إلى هذا الرجل وقلت له بلك انت شوف صاحبه وطي. من رحت أنجزت العمل الثاني بعد العمل الأول، اركب سيارة وارجع إلى بلدك. لا بس هذا كلش عمل هي وشي مهم. ركب السيارة من البلد الجنوبي رحت إلى الشمال إلى قرية الموصل الفلانية،
رحت في الديوانية، الشيخ قاعد ويعرفني، قلت يا أبي أنا هالألف ليرة وأنا رجل متدين ما أكل فلوس الناس بالباطل، أنت تعرفون لأن أهل القرى يقين منكم واقع هذا الشيء، وشوف هذا المنطي سويت هذا العمل انتهى، هم أخذ فلوس منو ما يأخذ ألف ليرة؟ يقول بعد ذلك رحت للقرية الثانية الديوان قلت القصة أنه هو شكل الفلوس اللي لقيته بالشارع ونيشانه هكذا خصوصيته هكذا كل الخصوصيات، قلت قلت القصة ها هذا الطيط الفلان إنسان إيه لأن بيناتهم تنافس شيء طبيعي. يقول زلت من هناك ركب السيارة وصلت للبغداد وإذا بين الشيخين تحارب وقع بين القريتين، لأن هذول عرفوا النياشين راحوا إلى أولئك فلوسنا هم كذا هم مو فلوسهم ولا فلوسهم ولا لاقي في الشارع فلوس من السفارة البريطانية، راحوا قالوا فلوسنا مالنا أنتوا ماكلين يا عمي شنو إحنا الفلوس منو يقال لكم هذا النيشان هذا النيشان هذا النيشان هذا النيشان اعطونا النياشين، هذا قال إلك هذا قال مو إلك، وجهال يقوموا يتحاربون ومنو أخذ النتيجة مستر هند. هس شوف الجهل في الحقيقة، هيك قصة من مئات القصص. يا أخ أنت المسلم اللي في الجنوب شلون تأخذ فلوس من سفارة بريطانيا وعشر سنوات يعني قرب إلى الله يطوب؟ ثم إنه أيها الشيخين في المنطقتين والقريتين تحاربون على شنو؟ والشيخ الأول اللي أخذت فلوس ما سألته منين شنو هش قلبه إلى الله تعالى جاي جهل جهل هذا. دليل الجهل شنو؟ لأن هالقصة مثلها ما تقع في بريطانيا ولا في أمريكا ولا في إسرائيل ولا في ألمانيا ولا في يابان، جهل بالحياة عندنا، جهل فظيع بالحياة، هم يتمكنون يخربطون فرد شيء صغير بسيط. على قول أحد زعمائهم يقول هؤلاء مثل سلة بيض حركها تكسر بعضها بعض، هذا واضح. الآن كل مكان بلادنا المحاربات اللي أكو شنو؟ على قول أحد الشعراء العراقيين يقول المستشار هو الذي شرب الطلا، الطلا يعني الخمر من أسامي الخمر الطلا، فعلام يا هذا الوزير تعربده، هو كل شيء وهذا يعربد. الشيء الثاني في الطريق إلى حكومة 1,000,000,000 مسلم التثقيف للحياة، أن نفهم الحياة، نفهم كيف نعيش، ومن لا معاش له لا معاد له. بس من هؤلاء الذين تحت الضغط في البلاد الإسلامية يظنون إذا ماتوا استقبلتهم الملائكة، أبدا. الله يقول أدك كان معاش وما عندك معاش، يقول ما عندي معاش، يقول لا معاد لك، قلت على لسان أوليائي من لا معاش له، معاش مو أكل يعني، يعني تعيش بكرامة بعزة في وطنك، إذا ما عندك معاش ما عندك معاش. الذين في القرآن الحكيم أيضا الله يقول هذه الآية الكريمة الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الملائكة يقولون لهم حين الموت يعني أول جمرك، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا يعني الملائكة فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، نحن مستضعفين شو نسوي، صدام سيطر علينا والترقي سيطر علينا وسادات سيطر علينا وفلان إنسان سيطر علينا وكفخنا ودمرنا وسجننا، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الملائكة شنو يجاوبهم؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا، ما عندهم جواب. بعدين الله يقول أولئك مأواهم جهنم وساءت مصير، هناك مكفوخ هناك مكفوخ. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا. هذا شيء ثاني، التثقيف يا إخوة شباب وطلبة بإمكانكم هواية تعملون،
هواي تمشون، هواي تثقفون. هذا شيء ثاني. الشيء الثالث السلم، هذا كلش مهم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وعدم الدخول في السلم الله شيء نسميه ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الإنسان يتمكن بالسلام يجمع كل المسلمين. بالحرب أنت عندك سلاح هو عنده سلاح، أنت تحارب هو يحارب، أنت تقتل هو يقتل. أما إذا صار السلم، أكو في المثل إذا أردت أن تسقط السلاح من يد عدوك فأسقط السلاح من يدك. لازم يكون خطوتنا خطوة سلمية. والرسول صلى الله عليه وسلم حارب لكن حروبه دفاعية، وأقل قدر كان من الدفاع الرسول، لأن بمجرد يسيطر يعفو عنهم في أمان الله روحه، اذهبوا فأنتم الطلقاء. السلم في نهج البلاغة أكو أن الإمام طلب من أولاده كرجاء مو كأمر أن يعفو عنه، إذا قتل الإمام أن يعفى عنه، عن ابن ملجم. ثم قرأ الإمام هذه الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني يحرضهم أيضا مو بس رجاء. قد يقول أنا أرجو تسوي هالشيء، قد أقول أنه أنا أرجو وإن الله يغفر لك إذا عملت هذا العمل. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إنسان لازم دائما بطابع السلم. الحقد، الحسد، العداوة، البغضاء، النميمة، المشاحنات، المطاحنات، الهمز، اللمس، كل إنسان يتركه إذا أراد أن يتقدم. ما يريد يتقدم ويخالف. إذا أراد أن يجمع 1,000,000,000 مسلم، إذا أراد أن يخرج من ظل الغربيين والشرقيين المستعمرين. شوف الآن 35 سنة وإسرائيل يدق بالمسلمين، كل شيء يتمكن من سوه. الطريق إلى حكومة 1,000,000,000 مسلم، التنظيم، النواة في كل مكان، التثقيف، السلم. انطبعوا بطابع السلم. إنك لعلى خلق عظيم. انطبعوا بطابع السلم على طول الخط، مع الجار، مع الغريب، مع القريب، مع الصديق، مع العدو، مع الكل سلم. هذا هو. وليعفوا وليصفحوا في الآية الكريمة أكو. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الحكومة الإسلامية لها 3 معالم، والطريق إلى هذه الحكومة 3 أشياء. أما أنتم ماذا تعملون الآن؟ هذا الموضوع الثالث. قلنا 3 مواضيع: هدف والطريق وأن نحن ماذا نعلم. الإنسان يجب أن لا يفكر أنه قليل أو صغير، يجب أن يفكر أنه كثير وكبير بإذن الله، مو ككبرياء أبدا، وإنما كواقع. داود فرد ولد في جيش طالوت، ولد صغير عنده شنو؟ عنده معشال، والذي يسمى بالعربية الفصحى مقلاع. شايفين المقلاع أنتو؟ إذا ما شايفينها اسألوا. معشال فارسية خلوه بحصات يرموه. كان أصغر الجيش سنا وما عنده حتى سهم، ما عنده. أخذ 3 حصيات بمقلاعه، حتى هذول تعجبوا، هذا مال حرب، ولد عمره مو بالغ سن الرشد الكبير وبالمعشال يريد يحارب. لكن الله تعالى جعل الفتح على يد هذا الولد الصغير. جالوت رئيس الكفار، وطالوت رئيس المسلمين، وداود في جيش طالوت وتحت إمرته. هذا رئيس الكفار جالوت والجماعة كبيرة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كثرتهم شيء. هذا داود الصغير السن المنزوع السلاح، ما عنده سلاح بس عنده معشال 3 حصيات. جالوت راكب على فرس كبير مطهم، وعلى رأسه خوذة مكللة بالجواهر والدرر،
ومن جملة الجواهر فرد جوهر كبير مدلي إلى جبهته هنا على علامة شخصية. هذا الجالوت أخذ المعشال خلي بيه فرد حصات، فر المعشال رمى الحصات على هنا، وقع على هذه الجوهرة، الجوهرة تكسرت ودخل في مخ من؟ جالوت، وقتل داود جالوت. انتهى كل شيء. الإنسان لازم لا يفكر هو صغير، إذا كان الله مع الإنسان فهو كبير كبير كبير. الذي الله مو معه صغير، الذي الله معه كبير، على شرط أن يكون مع الله صدق مو كذب، مو للجاه مو للمال حتى أصير رئيس حتى أصير خطيب كبير والناس يمدحوني، لا لا أبدا، هذا مو مع الله. الله يعرف القلوب، أنت للمال تركور، للزوجة تركور، للمنصب تركور، للجاه تركور، أو لله تركور، الله يعرف هذا. فرد واحد من باب اللطيفة هاي القصة لا بأس بها، في حرم الإمام أمير المؤمنين، هو إنسان طيب كلش طيب، شاف فرد حرامي بايق من فرد واحد زائر فلوسه، ما شاف القصة بس شايف الزائر، الزائر جاي يصر على الإمام أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين أنا هذه خرجيتي ورايحة من عندي ويبشي ماكو إشارة. هذا الإنسان المتدين الطيب هو يتأذى، قال يا أمير المؤمنين آخر أنت ومقامك عند الله واستجابة الدعاء تحت قبتك، لأن تحت كل القباب للأئمة الطاهرين يستجاب الدعاء، وهذا مضطر ويبشي عن إخلاص، الحرامي ماله مين فضح؟ افضح الحرامي ماله، هذا المتدين قال. نام بالليل شاف الإمام، هو متدين حتى شاف الإمام، هلا الإمام ما يشوف كل واحد. الإمام أمير المؤمنين قال له شنو قلت اليوم؟ قلت يا أمير المؤمنين ما فضحت هاللص مال هذا الإنسان. الإمام قال له إذا أنا أريد أفضح اللصوص أول شيء لازم أنت لك أفضحك، أنا ما أفضح اللصوص. قال أنا؟ قال إيه أنت. قال شلون؟ قال أنت تذكر ماخذ عبادة، عبادة الناس صلاة قضاء وما مصليها هم بوقة، هذا ما أفضح اللصوص، أريد أفضح لصوص أول لص إلك أفضحك، لأن أنت سيماكم طيب وكذا وعالم ومن هالقبيل، بس لازم الإنسان بإخلاص يكون. كلامنا كان هالكلمة، الله يعرف كل شيء، كل صغيرة وكبيرة، يشوف الله قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم، حقيقة تكون مع الله، حقيقة تكون لأجل الله، حقيقة تكون في سبيل الله، الله ينصرك لا شك. الكلام كان في الموضوع الثالث، شنو عملنا نحن؟ الشيء الأول من عملنا أن نكون دائما في الناس، يعني أتوا كطلبة، من صار خميس وجمعة، من صار ميلاد الزهراء، من صار وفاة، من صار شهر رمضان، من جاء شهر محرم، روحوا في الناس، أي واحد قد صديق قد قريب في هالبلد في غير هذا البلد، يتكلم معهم يبشرهم بالحكومة الإسلامية الواحدة، يتكلم وياهم يجيب لهم معاصي المسلمين، على طول الخط في الناس. وهذا شيء ممكن، عندك بيت، عندك أخ، عندك أخوت، عندك كذا، أي شيء انقل، تكلم منبرا تحت منبر أي مكان اللي كان. الإمام الحسن صبي صغير، من يجي للبيت من المسجد الزهراء عليها الصلاة والسلام تسأل منه ماذا قال أبوك، فهو يخطب، هاي تعليم للزهراء محتاجة ولا الحسن محتاج، وإنما تعليم حتى ينتشر. هذا هو. أفغان شنو مسوين؟ فلسطين شنو سوى؟ عراق شنو سوى؟ صدام شنو؟ سادات منو؟ وعلى هالمعدل كونوا في الناس على طول الخط، وحركوا الناس، وجهوا الناس، تكلموا مع الناس، وهذا شيء بسيط وممكن، وكل واحد يتمكن. إذا عندنا أسبوع مثلاً عطلة أروح إلى تبريز، أنا ما شايف باختران كرمانشاه، أنا ما شايف ياس، أروح أكون أنا، أروح ألتقي لي جماعة وأتكلم وياهم وتدريجياً، ويقولون أنت منبري مو منبري، ما أشبه يصعدوك منبر، ويسألون
عندك احكام دين، احكام سياسه، احكام اقتصاد، يسالون منك. الشيء الاول ان تكونوا في الناس على طول الخط. كنتم خير امه شنو؟ اخرجت للناس. اخرجت للناس، مو في بيوتكم ومدارسكم فقط، اخرجت. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني عملنا نحن، نطلع فلوس من الناس، ونطلع لاجلنا ولا لاجلك، لاجل الاسلام، لاجل الفضيله والتقوى، لاجل الكتاب، لاجل الشريط، لاجل الفيديو، لاجل تاسيس مدرسه من هذا القبيل في هذا الطريق. في الناس اكو سيل من الفلوس، سيل اكو، بس سيل على قسمين، سيل ظاهر وسيل مخفي. الماء الجاري من الجبل سيل ظاهر، الفلوس اللي في اكيس الناس سيل مخفي. ومفتاح هذا السيل ما هو؟ لسان الإخوة. اي مكان اللي قعدت يا اخي تتخمس او متخمس، اذا متخمس لماذا متخمس؟ انت مو مسلم. اذا تخمس يقول انا ما اعتقد مثلا فلان شيء، يقول اي شيء اللي انت تعتقد اسمه. الحقيقه شوف حوزات العلميه الشيعيه الان الف سنه، والمدارس والمساجد والمؤسسات وش كثر اكو، كلها مبنيه على المال. انتوا ايضا ساهموا في هذا الموضوع. اي مدرسه تروحون، اي مسجد تروحون، اي مؤسسه تروحون، اي ميتم تروحون، اي مستشفى تروحون، الاهليه كلها مؤسسه على الفلوس المال الناس. انتوا ايضا ابنوا طابقا على هذا الطابق الموجود، طلعوا فلوس من الناس، اشتروا فرد 10,000 كتاب ووزعوا. هذا يشوفوه. يا اخي انت ما تريد، روح انت اشتري كتاب تثقيفي وزع بين الناس، سواء كنت هنا او حتى في لندن وحتى في نيويورك. انا فرد مرة قلت لكم، مو انه تفكرون لازم تبقون هنا ابدا، وانما كل مكان تتمكنون تمشون. فسيروا في الارض، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها. مناكب منكب، منكب يعني الطرق، نروحوا. الا لازم في قوم، الاخوه الذين كانوا في العراق يظنون ان في العراق كل شيء بعد خلف، ماكو هذا الشيء. اجوا الى قوم وطهران، شافوا هنا بلد، هنا الله موجود، هنا يعبد الله. حتى اذا رحت الى اي مكان تشوف نفسك، فمو ضروري على انه تبقون في هذا البلد والى الابد. الشيء الاول كونوا في الناس، وليكن لكم تحرك بتعقل وتفهم. الشيء الثاني خمس، الزكاة، التبرع، الكفارة، المظالم، اي لون في سبيل الله تعالى، في سبيل انقاذ المستضعفين، في سبيل التنظيم، في سبيل التثقيف، في سبيل الحركة، في سبيل الفكر. هذا الشيء الثاني. والشيء الثالث تخلقوا، أكو حديث، تخلقوا بأخلاق الله. هذا نص الحديث. الإنسان قد يكون علقم مر، قد يكون الإنسان عسل حلو، الحلو الناس يلتفون حوله، الحامض الناس ما عندهم خلق، إنسان صخاب وفحاش وسباب، ما عندهم خلق وعنيف. فبما رحمة من الله لنت لهم، لين لين، شايف الحجر لين؟ هذا الحجر لا، لكن أخذ شمع عسل لين، النبي كان لين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كونوا لينين مع الناس، ذو اخلاق طيبه. فرد عربي اجى الى رسول الله ومعه اصحابه، اخذ بعباءه رسول الله وخنق الرسول بالعباءه الشكل، عربي خشن ما يفهم. قال يا محمد مر من هذا المال يطوني، ليس المال مالك ولا مال ابيك. حتى ضغط على عباءة الرسول حتى صار فرد خط أحمر في عنق الرسول. الرسول تبسم، قال نعم يا عربي، ليس المال مالي ولا مال أبي، لكن أين القصاص؟ هذا مال أبي ومالي، أين القصاص؟
قال يا محمد أنك لا تقتص لأنك ذو خلق رفيع. الرسول قال أعطوه من هذا المال، أعطوه من هذا المال. كن لينين مو عنفاء، جمع عنيف على وزن حنفاء جمع حنيف. إنسان لازم لين، لازم عاقل، لازم يفهم، لازم مدرك كيف يجمع الناس. إذا صنعتم هذا الصنيع الذي صنعنا مقدمة لثلاث صنايع الطريق إلى الدولة الإسلامية، نصل إلى الدولة الإسلامية ذات تلك المعالم التي ذكرناها. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.